نحن ندرس اليوم عن تاريخ نشأة وتطور الصحافة العربية في سوريا وكذلك في دولة العراق. في الفيديوهات السابقة وقد ناقشنا عن تطور الصحافة العربية في مصر وكذلك في لبنان. كيف بدأت الصحافة العربية في سوريا؟ وقد رأينا وقد درسنا عن تطور الطباعة العربية في العالم العربي وذلك أولا في حلب، ثم انتشرت المطابع في سوريا وكذلك في لبنان ومصر أيضا. أما بداية الصحافة العربية وقد تأخرت بالنسبة في سوريا بالنسبة لمصر وكذلك في لبنان. أما بداية الصحافة العربية في سوريا، بدأت في سوريا الصحافة العربية في عام 1865 ميلادي فقط. في حين بدأت الصحافة العربية أولا في مصر في عام 1800، وكذلك بدأت الصحافة العربية في لبنان في عام 1885 ميلادي في لبنان. أما في سوريا بدأت الصحافة العربية في عام 1865 ميلادي فقط، وذلك حين أصدر الوالي العثماني في سوريا في دمشق جريدة رسمية هي جريدة سوريا. فجريدة السورية هي أولى جريدة عربية في سوريا أصدرها الوالي العثماني في عام 1865 ميلادي، وهي تعتبر أقدم صحيفة عربية سورية أيضا. كانت تصدر بالعربية والتركية حتى انهيار الدولة العثمانية. كانت تصدر هذه الجريدة باللغة العربية وكذلك باللغة التركية، كما كانت تصدر الصحيفة الوقائع المصرية في أول الأمر. أما تطور الصحافة العربية في سوريا فكان ببطء بالنسبة لمصر ولبنان. في مصر بدأت واندشرت الصحافة بسرعة في عهد محمد علي في عهد خديوي إسماعيل، وذلك في عام 1849 وبين 1869 ميلادي. أما في سوريا وقد تطورت الصحافة ببطء بالنسبة إلى مصر وكذلك بالنسبة إلى سوريا، ولكن ظهرت هناك مجلات وجرائد مشهورة في العالم العربي. وإن تأخرت الصحافة تطور الصحافة وإن تأخرت بداية الصحافة العربية وإن بطئت تطور الصحافة العربية في سوريا، ولكن ظهرت هنا جرائد ومجلات مشهورة في العالم العربي، ومن بين هذه الجرائد الفرات. الفرات هي جريدة وصحيفة رسمية الأولى لولاية حلب. من ولاية الحلب ظهرت صحيفة الفرات وهي صحيفة رسمية. ثم جريدة الشهباء هي أول جريدة سورية يصدرها عربي، أصدرها عبد الرحمن الكواكبي في عام 1877 ميلادي. جريدة الشهباء وهي جريدة سورية يصدرها عربي في سوريا، وهي أصدرها عبد الرحمن الكواكبي، وهو أديب مشهور أيضا. عبد الرحمن الكواكبي هو الذي أصدر جريدة الشهباء في عام 1877 ميلادي. ثم ظهرت هنا جرائد أخرى مثل جريدة دمشق وكذلك مرآة الأخلاق
وكذلك والشام، وهذه أيضا جريدة مشهورة في العالم العربي. ومن ثم ولما تم إعلان الدستور عام 1908 ميلادي، تدفقت الصحف في سوريا حتى بلغ عددها أكثر من 100 منذ عام 1908 إلى بداية الحرب العالمية الأولى. وقد سمعنا عن إعلان الدستور في عام 1908 ميلادي، وكذلك لها ولهذا الدستور دور فعال في نشأة وتطور الصحافة العربية بالنسبة لحرية الصحافة. بعد إعلان الدستور تدفقت الصحف العربية في سوريا، أي ازدادت وانتشرت الصحف العربية في سوريا بانتشار سريع حتى بلغ عددها أكثر من 100. حتى بلغ عدد الصحف والجرائد العربية التي ظهرت في سوريا أكثر من 100 منذ عام 1908 ميلادي إلى 1914 ميلادي، أي خلال 6 سنوات. خلال 6 سنوات ازدادت عدد الصحف إلى أكثر من 100 في خلال 6 سنوات، وذلك قبل بداية الحرب العالمية الأولى. ومن الصحف والمشهورة في هذه الفترة، أي خلال هذه السنوات الستة، المقتبس وكذلك القبس، وذلك والجريدة المقتبس وكذلك القبس هما للعلامة محمد كردالي. نحن يعني نعرف عن محمد كردالي وهو أديب إسلامي مشهور من سوريا، وله مؤلفات كثيرة في الأدب الإسلامي أيضا. وهو محمد كردالي هو الذي بدأ الجريدة جريدتين المقتبس والقبس. وكذلك كان محمد كردالي يشرف على إصدار المجلة المشهورة من سوريا أيضا، وهي مجلة المجمع العلمي العربي التي تأسست في عام 1921 ميلادي. أي كان له دور مرد كان لكرد محمد علي محمد كرد علي دور بارز في في تطور الصحافة العربية الصحافة الأكاديمية أو المجلات الأكاديمية ومجلة الأدبية أيضا. له دور فعال وذلك بإسهاماته في تحرير مجلة المجمع العلمي العربي Arabic Academy Arabic Scientific Academy، هي مجمع علمي عربي من سوريا، وهذه المجلة تحت رئاسة محمد كردالي، وذلك في عام 1921 ميلادي. وهنا جريدة التقدم وحمص، وهي جرائد مشهورة أيضا، والعروس. والعروس هي أول مجلة نسائية، ومجلة عروس هي أول مجلة نسائية صدرت في دمشق بأيدي الشاعرة ماري عجمي. الشاعرة ماري عجمي هي التي أصدر الجريدة العروس، وهي تعتبر أول مجلة نسائية. ثم هنا ظهرت هنا مجلات أخرى من مثل الاشتراكية والنفاخة. والنفاخة هي مجلة مصورة أيضا. وكذلك هنا الأسمعي، مجلة الأسمعي في عام 1913 ميلادي، وذلك لخير الدين الزركلي. سمعنا وقد درسنا عن الأديب أيضا، أديب خير الدين الزركلي، وهو الذي أصدر مجلة الأسمعي. وكذلك جريدة الشرق، جريدة الشرق في عام 1906 ميلادي، وهي جريدة الرسمية للحكومة العثمانية، جريدة الرسمية أيضا للحكومة العثمانية قبل انهدارها بعد الحرب العالمية الأولى. لتطور الصحافة العربية في سوريا 3 مراحل، هنا 3 مراحل لتطور الصحافة العربية. المرحلة الأولى في
في ظل الحكم العربي تحت رئاسة الأمير فيصل، الأمير فيصل وهو فيصل بن شريف حسين. وكذلك المرحلة الثانية هي في ظل الانتداب الفرنسي، والمرحلة الثالثة هي في عهد الاستقلال. فهنا بعد الحرب العالمية الأولى هنا ثلاث مراحل لتطور الصحافة العربية في سوريا. فأولا في مرحلة الحكم العربي، الحكم العربي أي تحت رئاسة الأمير فيصل، وهنا والمرحلة الثانية هي مرحلة في ظل الانتداب الفرنسي، والمرحلة الثالثة في عهد الاستقلال السوري. أما في المرحلة الأولى أي مرحلة في ظل الحكم العربي تحت رئاسة الأمير فيصل، الأمير فيصل هنا نعرف وهو ابن شريف حسين، شريف حسين من حاكم مكة تحت الحكم العثماني. شريف مكة، شريف حسين وهو يعرف أيضا شريف مكة أيضا، وهو وابنه المشهور وهو الأمير فيصل. الأمير فيصل تولى رئاسته بعد الثورة العربية الكبرى التي وقعت في عام 1916 ميلادي، أي هنا وقعت ثورة عربية كبرى ضد الحكم العثماني تحت رئاسة شريف مكة، شريف حسين، والدعامة من قبل الاستعمار البريطاني، من قبل البريطانيين والمستعمرين أيضا. هنا وقعت ثورة كبيرة، ثورة عربية كبرى ضد الحكم العثماني. وبعد هذه الثورة تولى الرئاسة على سوريا الأمير فيصل، وفي حكمه ظهرت عدة صحف عربية في هذه المرحلة، ولكنها كانت ضعيفة من حيث الفنية الموضوع. الصحف التي ظهرت في حكم العرب في الحكم العربي تحت رئاسة الأمير فيصل، فكانت هذه الصحف ضعيفة من حيث الفنية والموضوع. ومن الجرائد في هذه المرحلة الاستقلال العربي ولسان العرب والحياة وسوريا الجديدة والتوفيق واللقاء والهدف، فهذه كلها الجرائد التي صدرت خلال الحكم العربي في سوريا. أما المرحلة الثانية أي المرحلة في ظل الانتداب الفرنسي، أي بعد تقسيم سوريا، بعد تقسيم العالم العربي، الوطن العربي أو الدول في الشرق الأقصى، في الشرق الأوسط، الدول قد قسم بين المستعمرين، فوقعت سوريا تحت حكم الانتداب الفرنسي، أي وقعت تحت الفرنسيين سوريا. ففي ظل الانتداب الفرنسي في سوريا لم تنل الصحافة العربية أي حرية لإصدار الصحف، في ظل الانتداب الفرنسي لم تنل الصحافة الحرية الكاملة لإصدارها. ولكن هنا ظهرت بعض من الجرائد، منها فتى العرب وألف باء والأنوار والحق وأبو العلاء المعادي باسم الأديب المشهور من العراق من بغداد، الأديب أبو العلاء المعري، وكذلك والمستقبل، وكذلك والشعب، ولسان الأحرار، والاستقلال، والقبس، والأيام، والأسبوع المصور، والسياسة. والمرحلة الثالثة هي في عهد الاستقلال، المرحلة الثالثة وذلك تلك في عهد الاستقلال، أي بعد استقلال سوريا من فرنسا. نهضت الصحافة العربية من تأخرها وصارت نحو التقدم والترقي. في المرحلة الثالثة في مرحلة عهد الاستقلال ظهرت وتطورت وصارت الصحافة العربية نحو التقدم والترقي. وفي هذه المرحلة تم تأسيس الشركات الصحافية. في المرحلة الثالثة
تم تأسيس شركات صحافية صحفية في سوريا مثل شركة الصحافية اليومية التي أصدرت هذه الشركة 4 جرائد يومية كبرى. أصدرت هذه الشركة الصحافية شركة الصحافية اليومية أصدرت 4 جرائد يومية كبرى مثل الشام، ألف باء، الأيام، القبس. فهذه هي الجرائد المشهورة التي تم إصدارها تحت رئاسة شركة الصحفية اليومية. وفي عام 1954 ميلادي أقر مجلس النياب السوري قانون الصحافة الجديدة. في عام 1954 ميلادي وهنا أقرت مجلس النواب السوريين قانونا جديدا للصحافة، والتي واجهت انتقادات عنيفة من قبل الصحفيين. أي هذا القانون واجه كثيرا من قانونا جديدا. هذه القانون الجديدة قانون الجديد واجه انتقادات عنيفة من الصحفيين، من أصحاب الصحافة، وكذلك من الكتاب والإعلاميين. وهذا القرار ينص على إلغاء كل الصحف السورية التي تصدر هناك. وهذا القرار ينص على إلغاء أي الجميع إلغاء الصحف الجميع التي تصدر هناك. അന്നേവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പത്രങ്ങളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. വയുഖദ്ദിമ അസ്ഹാബു സുഹഫ് അത്തലബ ലിത്തർഖീസ് മിൻ ജദീദ് വമിൻ സമ്മ തജദ്ദദ സുഹഫ് സീരിയ. ഐ വ വ തലബ ഹാദൽ ഖാനൂൻ വയതുലബു ഹാദൽ ഖാനൂൻ അൻ അൻ യുൽഗിയ കുല്ല സുഹഫ് അൽ അസാദിറ അൻ ദാക് സമ്മ അൻ യുജദ്ദദ ഹാദൽ സുഹഫ് അൻ തുജദ്ദദ ഹാദൽ സുഹഫ് ആദിഹി സുഹഫ് وأن تجدد هذه الصحف بعد تقديم الطلب لترخيص جديد من الرخصة من جديد من قبل الحكومة السورية. ثم ازدادت الصحف الجديدة في سوريا. ومن الصحف المشهورة منذ عام 1954 منذ عام من هذا القرار أي من هذا القانون الجديد النور والرأي العام والوحدة والجماهير. والجماهير هي التي أصدرها حزب البعث. حزب البعث بعث بارتي. حزب البعث هي مشهورة أي الحزب الحاكم أيضا في سوريا، وذلك في عام 1958 ميلادي. وكذلك الجندي الأسبوعي، والجندي هي الأسبوعية، وكذلك هنا ميزان وصوت البلاد، وذلك في عام 1960 ميلادي. ومن ثم نحن ندرس ونناقش عن تاريخ نشأة الصحافة وتطورها في العراق. الصحافة العربية في العراق. بدأت الصحافة العربية في العراق في الستينات في القرن التاسع عشر، وذلك حين أصدرت الحكومة العثمانية الجريدة الرسمية باسم الزوراء في عام 1869 ميلادي. بدأت الصحافة العربية في سوريا بداية رسمية في عام 1869 ميلادي فقط، وذلك بإصدار مجلة رسمية للحكومة العثمانية باسم الزوراء. الزوراء هي ظهرت في عام 1869 ميلادي، وكانت تصدر مرة في الأسبوع في يوم الثلاثاء. أي هذه الزوراء، هذه الجريدة الأسبوعية الزوراء، تصدر في يوم الثلاثاء في كل أسبوع، وكانت لغتها ركيكة. وترأس على تحريرها شعراء العراقيون المشهور مثل جميل صدق الزهاوي ومعروف الرصافي، وهما اللطيبان، وكذلك الشاعران المشهوران من العراق، وهما رأس على هذه الجريدة، جريدة الأسبوعية للحكومة العثمانية الزوراء. ثم بدأت
جريدة رسمية أخرى في العراق أيضا باسم الموصل. الموصل هي موصل في الموصل أيضا، هي مدينة مشهورة بعد بغداد والبصرة وكذلك الكوفة. هنا مدينة مشهورة في العراق وهي الموصل، وهنا ظهرت جريدة أو جريدة رسمية أخرى باسم الموصل من موصل أيضا في عام 1885 ميلادي. ثم ظهرت هنا جريدة البصرة في البصرة في عام 1895 ميلادي، وكانت هي أيضا جريدة رسمية للحكومة العثمانية لنشر سياستها وأهدافها. أي هنا ظهرت هنا ثلاث جرائد رسمية، أولا جريدة الزوراء للحكومة العثمانية، وهنا جريدة رسمية للحكومة العثمانية تصدر من موصل، وكذا هنا ظهرت في عام 1895 ميلادي جريدة رسمية أيضا وهي جريدة البصرة من البصرة، وكانت أيضا هي جريدة رسمية للحكومة العثمانية وذلك لنشر سياساتها وأهدافها. ولم تصدر في العراق قبل إعلان الدستور عام 1908 ميلادي إلا هذه الجرائد الثلاثة، أي لم تظهر في العراق بعد بدايتها في عام 1869 ميلادي إلى عام 1908 ميلادي، أي إلى إعلان الدستور العام في الحكم العثماني. لم تظهر في العراق في هذه الفترة إلا ثلاث جرائد، وهي الزوراء أولا، وثانيا الموصل، وثالثا البصرة. فهذه هي الجرائد الثلاثة الأولى في العراق. أما بعد إعلان الدستور عام 1908 ميلادي، أي بعد إعلان الدستور عام 1908 ميلادي، كثرت المجلات والجرائد في العراق حتى 50 في سنة واحدة. أي ظهرت هنا العديد من الجرائد والمجلات في العراق بعد إعلان الدستور عام 1908 ميلادي، حتى بلغ عددها 50 في سنة واحدة، حتى بلغ عدد الصحف والجرائد الصادرة من العراق في سنة واحدة حتى بلغ عددها 50 في سنة واحدة. أما هنا المجلات المشهورة في هذه الفترة، في هذه الفترة المجلات هنا كثيرة، وهي جريدة بغداد هي أول صحيفة سياسية في العراق. أما أول صحيفة عربية سياسية في العراق ظهرت في العراق غير رسمية هي جريدة بغداد، وهي من بغداد أصدرها محمد سليمان مراد في عام 1908 ميلادي، أي في إعلان الدستور العام العثماني. هنا ظهرت جريدة بغداد بأيدي محمد سليمان مراد في عام 1908 ميلادي، وكانت هذه الجريدة هي أقوى الصحف العراقية في تأييد النهضة الدستورية والدفاع عن القضية العربية. وهذه الجريدة البغداد هي أقوى الصحف العراقية. ഇറാഖിൽ അന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഇഷ്യൂസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ നവോത്ഥാനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന, ഇറാഖിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിരുന്ന, അറബി നാഷണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പത്രമാണ് അൽ ബഗ്ദാദ് വയ്യമീൻ بغداد، وقد ظهرت في عام 1908 ميلادي. وهنا المجلات الأخرى من أو جرائد أخرى مثل الرقيب والروضة والمصباح وصداء بابل والريال والنهلة، والنهلة هي جريدة سياسية أيضا تنطق بلسان القوميين العرب، حركة القوميين العرب. نحن نعرف حركة القوميين العرب مان برستانم movement of Arab nationalism
ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അറബ് നാഷണലിസത്തിന്റെ അറബ് നാഷണലിസം അറബ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പത്രമായിട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇറാഖിൽ വെച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്നഹ്ല വൽ വഹിയ അന്നഹ്ല ജരീദത്തുൻ സിയാസിയത്തുൻ തൻദിഖു ബിലിസാനി അൽ ഖൗമിയീന അൽ അറബ് അമ്മ സിഹാഫ് അൽ അറബിയ ഫി ദില്ലിൽ ഹുക്മി അൽ ഇത്തിഹാദ് അത്തറക്കി أي بعد زوال أي بعد انسحاب أو بعد انهدار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى هنا تولى الرئاسة أو بعد الثورات الكبيرة في العراق بعد هنا تولى الحكم الاتحاد الترقي ولكن لما تولى الاتحاد الترقي الحكومة بعد العثمانيين منعوا حرية القول والرأي منعوا هذا منع الحكام حكام الاتحاد الترقي منع حرية القول والرأي فاضمحلت الصحف الحرة في العراق ولم تبقى على الإصدار إلا بعد الصحف الرسمية أي لم تبقى بعد حكومة بعد دولية الحكام الاتحاد الترقي إلا بعد إلا الجرائد الرسمية فقط والجرائد الفردية والسياسية كلها اضمحلت من مجال الصحافة ولم تصدر الصحافة في العراق لأسباب متنوعة أي بالنسبة لمصر وكذلك بالنسبة لتاريخ الصحافة في لبنان نرى أن الصحافة العربية في العراق لم تتطور أو لم تزدهر لأسباب متنوعة ومن هذه الأسباب قلة القراء للجرائد العربية التي تصدر من العراق لأن معظم القراء في العراق وهم يقرؤون الجرائد والمجلات التي ترد من لبنان وسوريا ومصر أي هنا كثير من القراء وهم يقرؤون الجرائد والمجلات التي ترد من لبنان وكذلك من سوريا وكذلك من مصر وذلك لقلة الصحف أيضا من العراق وكذلك لضعف الجرائد والمجلات التي تصدر من العراق فلم تكثر عدد القراء لقراءة الصحف العراقية في العراق ولذا قلة القراء للجرائد العربية في العراق التي تصدر من العراق وقلة المطابع العربية أيضا في العراق أكثر المطابع كانت في مصر أو في لبنان ليس في العراق ولذا بقلة عدد المطابع هنا ظهرت هنا قليل من الصحف فقط في العراق وكذلك ميول القراء لقراءة الصحف التي تستورد من الأستانة وسوريا ولبنان هكذا وعلى الرغم من النهضة الفكرية والأدبية والحركات الوطنية في العراق بعد الحرب العالمية الأولى لم تظهر هذه النهضة في مجال الصحافة العراقية هنا في مجال الثقافة وكذلك في مجال السياسة وكذلك في مجال الحركة الوطنية وكذلك في مجال النضال الشعبي هنا ظهرت كثير من النهضة الفكرية والأدبية وكذلك هنا ظهرت من الحركات الوطنية والعراقية بعد الحرب العالمية الأولى ولكن وهذه النهضة الفكرية والأدبية لم تؤدي إلى ظهور الصحف البارزة أي لم تؤدي هذه إلى ظهور الصحف القيمة في العراق وظلت الصحافة في العراق ضعيفة جدا أيضا ولم تظهر فيها صحافة ذات فنية عالية تذكر أي ഇവിടെ ഇങ്ങനൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും അവിടെ ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഈജിപ്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലിബിയയും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇറാഖിലെ പത്രപ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തനം അത്ര സജീവമായിട്ടില്ല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാവുന്ന മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വലിയൊരു ഒരു പത്രങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാനും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇറാഖിലെ അവസ്ഥ ومن الصحف المعارضة هنا ظهرت بعض الصحف المعارضة للحكومة مثل البلاد وصوت العراق والجهاد وصدى الاستقلال أما في نهاية عام 1900
54 ميلادي ألغت الحكومة العراقية كل الصحف العراقية في عام، كما وقعت في سوريا أيضا وفي العراق أيضا. ظهر هناك قانون جديد، وفي نهايته في عام 1954 ألغت الحكومة العراقية كل الصحف العراقية. ثم أجازت استئناف الصدور لأربع جرائد صباحية فقط. بعد عام 1954 ألغت الحكومة كل الصحف ولم ولم وأجازت الاستئناف وأجازت الحكومة العراقية الاستئناف صدور أربع جرائد فقط، مثل الشعب والحرية والزمان والأخبار، وكذلك ولجريدتين مسائيتين الحوادث والإقلاع. فهذه الجرائد الأربع الصباحية وهاتين المجلتان المسائية الحوادث والإقلاع والجريدتين المسائية الحوادث والإقلاع هما وهؤلاء أي وهذه الجرائد الصباحية والمسائية هي التي فقط صدرت من العراق بعد عام 1954 ميلادي. ثم ظهرت عدة صحف ولكن معظمها موالي للحكومة وسياستها. بعد عام 1954 ظهرت هناك كثير من الجرائد، ولكن معظم هذه الجرائد كلها موالية للحكومة وسياسة الحكومة العراقية، أي لم تعارض للحكومة أو لم تعارض هذه الصحف لسياسة الحكومة. ولما أعلنت الثورة في عام 1958 ميلادي، أي في عام 1958 هنا ظهرت ثورة كبيرة في العراق، أطلقت حرية النشر وأعيد استئناف صدور الصحف المعارضة المعطلة من قبل. بعد الثورة أعيد أي أطلقت الحرية النشر، حرية النشر أي وجدت الصحف حرية النشر، فكذلك وبعد ذلك أعيد استئناف صدور الصحف المعارضة التي كانت تعطلت من قبل في الحكومة العراقية في عام 1954 ميلادي، وذلك بعد الثورة الكبرى وقعت في العراق في عام 1958 ميلادي. ولكن عند قيام الحكومة العسكرية في عام 1960 ميلادي تعطلت الصحف المعارضة أيضا. ومن الجرائد المشهورة الصادرة في العراق وهنا الشرق والفرات والاستقلال والفلاح ولسان العرب ودجلة والرافدين والتوحيد والعاصمة والأمل والوقائع العراقية والسياسة والزمان النهضة العراقية اللواء والتقدم الوطن بغداد الإخاء الوطني والعمال والهاتف الحضارة لواء الاستقلال الحوادث الجبهة الشعبية الاتحاد الدستوري والحرية الفكر والشبيبة الفجر الجديد والإنسانية. وهذه كلها أيضا الصحف والجرائد من العراق.